كيف حالكم أصدقاء متابعي قناة استثمر عقلك؟ ما زال البيتكوين متمسك بقوة بمناطق 29600. هذا شرط البيتكوين على فريم اليوم. الخطوط الخضراء أمامك هو موعد كان اجتماع الفدرالي وكيف تفاعل البيتكوين بالسابق مع قرار رفع الفائدة. كل هذا رح نناقشه بالفيديو. باقي أقل من 3 أيام على رفع الفائدة الأمريكي. شو هو توقعنا بالنسبة للسوق؟ أيضا رح نحكي عن نظرية وايكوف على فريم الأربع ساعات بالموجة الحالية وشو أوجه التشابه بالمنطقة الحالية وشو توقعنا. كل هذا رح نناقشه بالفيديو. إذا أول مرة بتشوفني مهتم بالعملات الرقمية، بتمنى منك تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. أيضا اترك لنا تعليق على الفيديو، ممكن تكون أحد الرابحين مسابقاتنا اليومية. يومين و23 ساعة على اجتماع الفدرالي. النسبة نسبة 99% بتتوقع رفع الفائدة بنسبة 25 نقطة. الخطوط الخضراء بتمثل موعد كان رفع الفائدة بأمريكا. آخر مرة تم تثبيت الفائدة بأمريكا وشفنا بعد بيوم انفجار بالبيتكوين وصعوده مناطق 25,000 لقرابة مناطق 31,300. إذن المرة السابقة تم تثبيت الفائدة وشفنا ارتفاع صاروخي. المرة يلي قبلها تم رفع الفائدة وشفنا هبوط. المرة يلي قبلها صار مشي عرضي بعدها صعود ومن ثم هبوط، حركة متذبذبة. ايضا المرة يلي قبلها تم فيها الهبوط. اذا المرات يلي كان الفدرالي يرفع فيها الفائدة كنا نشوف في الغالب هبوط، لكن اخر مرة تم تثبيت الفائدة شفنا ارتفاع. وبما انه حاليا معظم الاراء بتقول انه الفدرالي رح يرفع الفائدة 25 نقطة، بالتالي ممكن نتوقع نوع من الهبوط. هل الهبوط هذا ممكن يصير اكيد بمجرد رؤية انه الفائدة رح ترتفع 25 نقطة؟ مو اكيد، لكن الخطاب يلي رح يأتي بعد رفع الفائدة هو يلي رح تركز عليه الاسواق. يعني ممكن الفدرالي يحكي انه هاي اخر مرة رح نرفع فيها الفائدة هاي السنة، وهذا رح يكون امر ايجابي للاسواق، وممكن يكون تأثير رفع الفائدة تأثير بسيط على المؤشرات الامريكية، ايضا على البيتكوين. ممكن نشوف نوع من الايجابية بمؤشر دولار على المدى القريب بما انه تم رفع الفائدة، وممكن تصير مصيدة سعرية والصعود لهالترند هذا بعد هالتصحيح. هون بيكون البيتكوين صحح تصحيح بعدها، بدأ بالصعود بمجرد دي اكس واي ما يبدأ بالهبوط. اذا الخطاب يلي رح يصير بعد رفع الفائدة ب 25 نقطة هو الاهم. هل رح يقول فدرالي انه ما رح ارفع عن الفائدة هاي السنة، هاي رح تكون اخر مرة، ولا ممكن يحكي انه في رفع واحد بس للفائدة هاي السنة؟ بميل فدرالي انه يكون كلامه متوازن داخل الاسواق لحتى تبقى الاسواق في موجة تخبط بعد قرار رفع الفائدة. اذا اصدقاء الخطاب لازم نركز عليه حتى لو تم رفع الفائدة. لحد الان اعلى 29600 خبرتكم الامور ايجابية ان شاء الله. ممكن يحدث عنا مصيدة سعرية قبل ما يصير هبوط. اذا في كسر لمناطق 29600 ممكن البيتكوين يصعد لمناطق 30800 اثناء خطاب الفدرالي، بعدها نشوف هبوط واستكمال موجة تصحيح ل 28000. بحسب نظرية وايكوف اللي احنا عدينا تقريبا بخمس مراحل، حاليا نحن بالمرحلة الخامسة. في عنا سيناريوهين، اما سيناريو وايكوف يتنفذ ويصير عنا هاي الحركة، يعني يصير عنا هبوط لمناطق تقريبا 29000 من ثم صعود تصحيحي لمناطق 30000 بعدها الهبوط من جديد. هذا في حال نجاح نظرية وايكوف بهالمنطقة هاي. اما السيناريو الثاني ممكن يصير عنا صعود لمناطق 30800، بعدها يصير عنا اعادة اختبار 30400، وهون ممكن تشكل عنا change of character بين القمة هاي، القمة اللي صارت والقمة يلي قبلها، بعدها يصير عنا صعود واختراق القمة، وان شاء الله هدفنا راح يكون 33000. هذا راح يكون بحسب الاخبار يلي راح تصير. اذا في حال شفت كسر سريع والوصول لمناطق 29000، نقطة الاختبار هي النقطة يلي لازم تركز عليها. اعادة الاختبار في هالمنطقة هاي هي اللي راح تحدد هل راح نطلع وناخد صعود ونطلع مع السعر، ولا راح يصير في عنا انعكاس وننتظر كمال الهبوط لمناطق 28000. اعادة الاختبار هي المنطقة اللي لازم تركز عليها. ايضا مع وصولنا لمناطق 30800 لازم تركز على المنطقة، هل راح نشوف انعكاس ولا راح نستكمل الصعود وناخد الموجة ونستغلها. اذا اخر مرة تم تثبيت فيها الفائدة شفنا صعود جيد، والمرات السابقة اللي تم رفع فيها الفائدة شفنا تصحيح. هاي كل السيناريوهات أصدقاء. التركيز على الخطاب من الأهم، الاستعداد لتصحيح ممكن يطال مناطق 28000 أيضا لازم تكون مستعد لهالسيناريو بما أنه رح يتوافق
مع الترند الصاعد. في عندنا ترند صاعد في هالمنطقة هاي، راح يكون عند مناطق تقريبا 28,000، ممكن أثناء خطاب الفيدرالي ممكن البيتكوين يزور هالمنطقة في حال ما قدرنا نكسر القمة من هون لحتى يصير موعد خطاب الفيدرالي. هيك وصلنا نهاية الفيديو، أتمنى إن إعجابكم. خلينا ننتقل للفيديو السابق حتى نعلن اسم الرابح مسابقاتنا اليومية. هذا هو الفيديو أصدقاء يلي راح نأخذ منه اسم الرابح، راح نروح على موقعنا اللي نسحب منه التعليقات بشكل عشوائي. طبعا الجوائز احيانا بتكون جوائز ماديه، واحيانا بتكون اشتراك شهر بمجموعه حيتان استثمر عقلك. راح نشوف كم شخص مشارك معنا ضمن الفيديو، عندنا 91 شخص. شكرا جدا لتفاعلكم اصدقاء. خلينا نقول بسم الله، هذا هو اسم الرابح، بتمنى يتواصل معي حتى يستلم جائزته. الى اللقاء.